تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وكل سنة وكل حضراتكم بألف خير وصحة وسلامة. أهلا بيكم في حلقة خاصة من نوعها، حلقة فريدة بخصوص العيد ولمتنا ولمتنا في البيوت. النهاردة حلقتنا صحتك في العيد، وأنا مع فريق الإعداد وأستاذ جمال عبد العظيم. الحقيقة أنا مشيد لي في حاجة زي كده. سألنا نفسنا إحنا ممكن نقدم إيه في العيد للمشاهد. الصحة والجمال هي مش بس اسم، الصحة والجمال هي عنوان للصحة وللجمال. وبمناسبة بقى إنها هي عنوان للصحة والجمال، فالنهاردة إحنا معانا حلقة فيها صحة وفيها جمال وفيها هدوء نفسي أكتر. أسئلة كتيرة بتدور حوالينا مش يحتاج لها غير رد واحد. اللي هيقدر يرد علينا هو بروفيسور دكتور، بس هو الوحيد اللي يقدر يوجهنا للصحة، خصوصا إن إحنا لما اخترنا الموضوع الحلقة اخترنا تخصص في غاية الأهمية، اخترنا تخصص مهم جدا، متخصص طبي بشري بحت، خصوصا ان الفترة دي بداية الصيف هي بداية الأزمة اللي بتحصل لأي مريض في فصل الصيف داخل التخصص ده. تخصصنا اللي هنتكلم فيه النهاردة هو تخصص جراحة المسالك البولية أو الصحة العامة للمسالك البولية. النهاردة ضيفي أيضا فريد من نوعه، الحقيقة أنا بشيد ليه أيضا مش لمجرد أنه هو طبيب بشري وأستاذ في الطب بس، لأ، لان هو انا في وجهه نظري الشخصيه بروفيسور. ليه؟ لاني لما بقعد معاه وبتكلم معاه في مواضيع كتيره جدا ومختلفه بشوف مصداقيته في الشغل، بشوف مصداقيته في خبرته الحياتيه وايضا الطبيه، وده اللي احنا محتاجينه كلنا. مش هطول على حضراتكم، اسمحوا لي ارحب بضيفي الجليل والعزيز، قيمه وقامه في الطب والعلم ايضا، الدكتور محمد عمر، اخصائي جراحه المناظير والكلى والمسالك البوليه. برحب بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ هدير، شكرا لحضرتك على المقدمه الجميله جدا، وانا سعيد ان انا مع حضرتك ومع مشاهدي قناه الصحه.